نتعلم طريقة قص البطرمان زي ما احنا شايفين اهو. بعد كده هنجيب رشاش المية اللي جات ده اهو، الزيادات من المادة دي سواء جاز او سبان، ونولع اهو. بسم الله. ونولع الحبل كده اهو. وهيبقى عندنا زي ما احنا شايفين كده بولة ممكن نستخدمها. شايفين يا جماعة كده نظفنا الازازة، احنا عملناها على قد ما ايه ما قدرنا.